السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء، محاضرتنا لهذا اليوم راح نتناول بها حل تمارين 6-3، وهي التمارين الخاصة بموضوع ميل المستقيم، كيفية إيجاد ميل المستقيم وشرط التوازي للمستقيمين وشرط التعامل للمستقيمين. طبعا هذه التمارين هي في الفصل السادس خاصة بمنهج صف الرابع العلمي. سؤال لغة طلاب الأعزاء بفرع 4 فروع. فأول فرع من السؤال الأول: جد ميل المستقيم المار بالنقطتين 2 0 0 2. مطلوب ايجاد ميل المستقيم مار بها النقطتين. ما مشكله هاي النقاط اذا كانت براس المستقيم او بوسط المستقيم وهكذا، المهم هو المستقيم مار بها النقطتين، ممكن ايجاد ميله من معرفه نقطتين بي. يعني بصوره مختصره انه التطبيق المباشر على قانون الميل اللي هو ام تساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. تريدون هاي تحددوها x1 y1 او هاي تحددها x1 y1، ما مشكله، ما تفرق. x1 y1 وهاي راح يصير x2 y2. فنجي نعوض بالقانون مالتنا، y2 اللي هو سالب 2 ناقص y1 اللي هي 0 على x2 اللي هي 0 سالب x1 اللي هي 2، فصير ناقص 2 ناقص 0، الصفر تروح يبقى سالب 2، والصفر ناقص 2 ايضا الصفر تروح يبقى سالب 2، اي كمية على نفسه يطلع لنا 1. هذا صار ميل المستقيم المار بالنقطتين 2 0 0 سالب 2 هو 1. مثل ما قلنا لكم تطبيق مباشر، خطوط حل خطوة واحدة فقط. السؤال الأول الفرع الثاني طلابي، السؤال الأول قلنا الفرع الثاني بين أن النقاط، عندنا 3 نقاط اللي هي سالب 7 6 والنقطة الثانية سالب 1 4 والنقطة الأخرى اللي هي 2 3، بين أن هاي النقاط تقع على استقامة واحدة. طبعا من تطبيقات قانون الميل أنه إثبات أن النقاط تقع على استقامة واحدة، ونفسه أيضا هي تطبيقات قانون المسافة بين النقطتين. واضح؟ بس احنا هنا نريد نحلها بطريقه الميل، واللي هي طبعا اسهل. طريقه الميل اثبات في استخدام قانون الميل، اثبات ان النقاط تقع على استقامه واحده. مثلا هاي النقطه نفرض هذه اي وهذه بي وهذه سي، فنجد اي بي بعدين نجد بي سي، لازم ميل اي بي يساوي ميل بي سي. اذا تساوى الميول مالتهم فان النقاط الثلاثه تقع على استقامه واحده. فنطبق قانون الميل مع النقطه اي بي، طبعا من تكون اي بي هاي راح تكون الاولى وهاي راح تكون الثانيه، فهاي راح تصير اكس 1 واي 1 وهاي راح تصير اكس 2 واي 2. ليش؟ لان الاي هي الاولى والبي هي الثانيه، تمام؟ طبق القانون، نكتب القانون حتى نعوض، واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. واي 2 اللي هي 4 عفوا 4 ناقص واي 1 3 على اكس 2 اللي هي سالب 1 على ناقص عفوا اكس 1 اللي هي ناقص 2. زين 4 ناقص 3 1 على 4 ناقص 3 1، هنا سالب 1 سالب 2 نفس الاشاره، ونجمع فصل سالب 1 على 3 هو ميل اي بي. هذا وجدناه ميل اي بي. نكمل، قلنا لكم ايضا نجد ميل بي سي، ناخذ اول نقطه مع ثاني نقطه والثانيه مع الثالث، نجد ميل يعني اي نقطتين المهم لازم يساوي، نجد الميل مال بي سي هسه نكتبه ونعوضه. فما راح تصير بي سي اي نقطة، اي نقطة راح تصير الاولى، البي هي راح تصير الاولى. ليش؟ لان البي بعدين سي، فصير هاي اكس 1 واي 1 وهاي اكس 2 واي 2. نعوض ايضا بالقانون مالتنا، ما يحتاج نكتبه، راسا واي 2 اللي هي 6 ناقص واي 1 اللي هي 4، تمام؟ على اكس 2 اللي هي سالب 7 ناقص اكس 1 سالب 7 سالب سالب 1 ايش تصير؟ زائد 1. ليش؟ واي 2 مثل ما قلنا 6 ناقص واي 1 4 على اكس 2 اللي هي سالب 7 ناقص اكس 1 الناقص وناقص 1 الاكس 1 فصل سالب في السالب موجب 1. كمل حق اللاب، 6 ناقص 4 6 ناقص 4 تطلع لنا 2 ناقص 7 زائد 1، اشارات مختلفة، اشارة الكبير ونطرح، اشارة الكبير اللي هي سالب ونطرح، 7 ناقص 1 تصير 6. اكو اختصار؟ نعم اكو اختصار، على 2 بيها 1، الستة على 2 بيها 3 والإشارة تنزل نفسها. إذا ميل بي سي أيضا سالنا 1 على 3، وبما أن ميل أي بي المستقيم أي بي ما سوى ميل المستقيم بي سي
فإن النقاط الثلاثة اللي هي 2 3 وسالب 1 4 وسالب 7 6 تقع على استقامة واحدة. انتهينا من حل الفرع الثاني من السؤال الأول، نأخذ الفرع الثالث اللي هو يقول إذا كانت النقاط A سالب 3 2 و B سالب 3 H، جد قيمة H بحيث يكون الميل 1 على 2. عندنا نقاط، هذا الفرع الثالث طلاب. عندنا نقاط اللي هي شنو؟ نقطة A إحداثياتها سالب 2 2 3 2 3 هذه إحداث النقطة A، والنقطة B إحداثياتها هي سالب 3 H. طلاب انتبهوا يمي، هنا عندنا هذول النقطتين، يريد جد قيمة H. قيمة H مجهولة، زين إيش نجد؟ أنا بنعطيك معطى جد H، حيث أن ميل AB يساوينا نصف. زين طلاب انتبهوا يمي، هنا ما عطى لك جد الميل ومنطق النقطتين، لا هنا منطق نقطتين تمام، بس احدى النقطتين بها جزء منها مجهول، هذا المجهول هو عايرين بالسؤال ايش نجد ونستفاد من المعطى اللي هو الميل منطق هو، فمنطق من منطق الميل اكيد راح نستخدم قانون الميل الحل، بما انه معطى الميل في السؤال يعني اكيد راح نستخدم قانون الميل. قانون الميل شنو هو؟ ميل اي نقطتين او ميل اي مستقيم بين نقطتين هو y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. طبعا اي هي ال y x1، هذه راح تكون x1 y1 وهذه راح تكون x2 y2. وهنا مثل ما قلنا ما مطلوب ايجاد الميل، الميل هو معطى بالسؤال قلنا. فايش نعوض عن قيمه الميل اللي هو ايش قد؟ حسب ما معطينا هو بالسؤال نصف. تساوينا y2 y2 اللي هي h ناقص y1 اللي هي 3 على x2 اللي هي سالب 3 ناقص x1 اللي هي 2. واضح يا طلاب؟ احنا ايش قلنا؟ المطلوب هو ايجاد قيمه المجهول اللي هي h، المطلوب هو ايجاد قيمه المجهول اللي هي h هنا. زين فصارت عندنا مثل المعادله بها معلوم وبها مجهول، شلون نتخلص او شلون نجد المجهول؟ هي عندنا طرفين في وسطين، بعدين نضع معلوم بجهه مجهول وبجهه، بعدين نقسم على معامل المجهول، راح تطلع لنا قيمه المجهول تساوي لنا عدد معين. فاول شيء نعمله انه نضرب، نبسط اول شيء هسه، نصف تساوي لنا اتش ناقص 3 ما تتبسط، النصف ما تتبسط، بس هنا ناقصا 3 وناقصا 2 اشارات متشابهه اللي هي سالب ونجمعها، نضع نفس الاشاره ونجمعها، فتصير سالب 5. طلاب نضرب طرفين في وسطين. فمن نضرب طرفين سالب 1 في 5 تصير سالب 1 في 5 سالب 5. نيجي نضرب 2 في اتش ناقصا 3. فالاثنين ما تضرب بالاتش فقط. الاثنين يعني مثل عاد تفتح قوس، اتش صار لا تتوزع. الاثنين يا طلاب توزيع راح يصير بيها. واضح عيني؟ فصير سالب 5 تساوي لنا 2 في اتش 2 اتش. 2 في سالب 3 موجب في السالب سالب 2 في 3 6 راح تصير. فصار عندنا معادلة مثل ما قلنا لكم طرفين في وسطين، بعدين معادلة نضع معلوم بجهة ومجهول بجهة، فشلون يتم نحول الستة إلى الطرف الآخر؟ ف سالب 5 زائد سالب 5 نزلناها وسالب 6 من تحولت تصير موجب 6 تساوي لنا 2 اتش. زين هسه أيضا نبسط نبسط ايضا كم التبسيط حتى نجد قيمة اتش. سالب 5 زائد 1 اشارات مختلفة، اشارة الكبير اللي هي موجب ما يحتاج نضع الموجب، اذا نخليها وما خليها نفس الشيء. 6 ناقص 5 اصير 1 تساوي لنا 2 اتش. زين نكمل حل، نقسم على معامل المجهول، ليش؟ لانها صار عندنا معادلة، المجهول مالتنا اللي نريد نجده مضروب بعدد، حتى نتخلص من هذا العدد نقسم على معامل المجهول. فراح نختصر الاثنين مع اثنين، يبقى لك اتش تساوي لنا 1 على 2، هاي قيمة المجهول H بالنقطة B. فبهذا يكون انتهينا من حل أو انتهينا من حل الفرع الثالث من السؤال الأول. الآن الفرع الرابع من السؤال الأول طلابي الأعزاء، عندنا مثلث ABC رؤوسه هي النقاط A اللي هي 1 6 و B اللي هي سالب 2 سالب 8 و C اللي هي 7 سالب 2.
جد ميل المتوسط المستقيم المتوسط عفوا المثلث المربع النقطة بي. فأول شيء نرسم مثلث عندنا رؤوسه هي النقاط A B C. زين طلع النقاط يعني معقد السؤال قيمه معرف ومعطيات يريد ميل المستقيم المتوسط. زين المستقيم المتوسط يا عيني المستقيم المتوسط هذا نعتبره مستقيم متوسط بالنسبة للنقطة A خاص بالمثلث، وهذا مستقيم متوسط بالنسبة للنقطة B C عفوا، وهذا مستقيم متوسط بالنسبة للنقطة C. حلينا مثال مشابه اللي هو بس تبو يمي حتى نجد ميل المستقيم المتوسط لازم هاي النقطة تكون معروفة، وحتى نجد ميل المستقيم المتوسط للنقطة A هاي لازم تكون معروفة، حتى نجد ميل المستقيم المتوسط هو من اسمه متوسط يعني نقطة المنتصف مال اي بي تكون معروفة مال بي سي تكون معروفة مال اي سي. زين بس هو بالسؤال حيقول جد ميل المستقيم المتوسط المار بالنقطة بي، يعني لا ميل المستقيم اي متوسط للنقطة اي ولا ميل المستقيم للنقطة بي للنقطة سي، يريد ميل المستقيم المار بالنقطة بي. فيعني النقطة هذه بي المستقيم المتوسط اللي يمر بها اريد ميله، فلازم نجد المستقيم عفوا نجد نقطة المنتصف بين A و C. أولا يعني الحل راح يكون كالتالي، نجد نقطة المنتصف للمستقيم AC طبعا باستخدام قانون المنتصف اللي هو شنو X1 زائد X2 على 2 و Y1 زائد Y2 على 2 استخدام قانون نقطة المنتصف أو التنصيف. القانون مال ال عفوا الميدل كنا نرمز لأم للنقطة أي سي اللي هي اكس 1 زائد اكس 2 على 2 فارز واي 1 زائد واي 2 على 2. طلاب أعيد الفكرة، هو مطلوب ايجاد ميل المستقيم المتوسط للمثلث اي بي سي بس يكون المار بالنقطه بي، فهذا المستقيم المتوسط للمثلث ومار بالنقطه بي فاكيد راح يكون هو هذا المستقيم. حتى نجد ميله احنا اي مستقيم حتى نجد ميله لازم اما نقطتين تقع على المستقيم او رؤوس معلومات. يعني زين هنا النقطه بي معلومات وبقى لنا النقطه سي عفوا هذه النقطه اللي نرمز لها بي فتحه خلينا نرمز لها بي فتحه هي مجهوله. خوش حتى نجد طبعا هذه النقطة تقع في منتصف اي سي لان ميل المستقيم مال بي المار بي بي ينصف اي سي، ميل المستقيم مال سي ينصف اي بي، ميل المستقيم مال اي ينصف بي سي، احنا ما علينا بهذول، علينا بالميل المستقيم المار بالنقطة بي ينصف اي سي، يعني النقطة مالت الرأس الاخر تكون في منتصف اي سي، فحتى نجد نقطة احداث نقطة المنتصف حتى يكون عندنا نقطتين معلومة ونجد منها الميل لازم نجد نقطة المنتصف مال اي سي باستخدام قانون المنتصف. زين الاي اشنو احداثياته؟ خلي بس نكتبها. الاي احداثياته 1 6 والسي احداثياته 7 2 والبي احداثياتهم هاي معطيات بالكتاب بالسؤال سالب 2 سالب 8. زين 7 سالب 2 السي نعم. فنكمل بس هسه نعوض، احنا قلنا نجد نقطة المنتصف مال اي سي فنعوض x1 اللي هي 1 زائد x2 اللي هي 7 هذه x1 وهاي x2 على 2 فارزة y1 اللي هي 6 زائد سالب 2 على 2 y1 اللي هي 6 زائد y2 اللي هي سالب 2 على 2. فنكمل تبسيط 7 زائد 1 8 على 2 6 ناقصا 2 تصير 4 على 2. زين اكو اختصار؟ نعم اكو اختصار. فمن هنا طلعت ان النقطه بفتحه اللي هي 8 على 2 4 8 على 2 4 و4 على 2 2 فصار عندنا النقطه بفتحه معلومه والنقطه ب اللي هي سالب 2 سالب 8 هاي بالسؤال معطى من هذول النقطتين اللي هم يمرون بالمستقيم اللي المتوسط عفوا اللي هم يقعون على المستقيم المتوسط للمثلث راح نجد ميل بي وبي فتحة.
ليش بي بفتحة؟ لأن المستقيم المتوسط للمثلث ومار بالنقطة بي هو يقع على النقطتين أو نقطتين بي وبي فتحة تقعان عليه. فاستخدام قانون المين y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. زين البي هي الأولى راح تصير x1 y1، وهذه راح تصير x2 y2. فبس مجرد تعويض اللي بخينا نعوض عن قيم x1 y1 x2 y2 بالقانون راح يطلع لنا قيمة المين اللي هي 2 y2 2 ناقص y1 سالب 8. زين سالب في السالب موجب، على x2 اللي هي 4 سالب سالب 2، وايضا سالب في السالب راح يحصل موجب 2 زائد 8 2 زائد 8 10 على 4 زائد 2 6، اكو اختصار نعم اختصار، على 2 بها 5 على 2 بها 3. فصار ميل المستقيم اي ميل المستقيم اللي هو متوسط للمثلث اي بي سي ويمر بالنقطة بي هو 5 على 3. بالنسبة للسؤال الثاني طلاب الأعزاء، السؤال الثاني يقول السؤال الثاني بي أربع عفوا ثلاث فقرات، لكل فقرة مما يلي أو فيما يأتي أربع إجابات، واضح طلاب؟ يعني السؤال الثاني بي أربع فروع، الفرع الأول أشنو هو؟ الفرع الأول يقول إذا كان L مستقيم L عمودي على المستقيم H و H يمر بالنقطتين 2 و 3 1 و 5 فإن ميل L يساوي، عندك اختيارات، طبعا أنت الاختيارات مو توجدهم حزورة أو اختيار بكيفك، لازم تحل حتى تعرف الاختيار الصحيح. طبعا بما أن L عمودي على H ومنطق H يمر بالنقاط، أشنو هي النقاط؟ 2 3 و 1 5، فإن ميل H هو مطلوب. طبعا من الاختيارات عندنا الاختيارات هي أشنو؟ أولا نصف، ثانيا سالب 2، وثالثا 2 على 3، ورابعا سالب 2 على 3. طلاب الأعزاء مثل ما قلنا لكم لازم نحل. دو يعني الحل راح يكون كالآتي، عندنا مستقيم واحد R والآخ H، هذا نفرض المستقيم R وهذا المستقيم H، علاقتهم أشنو؟ متعامدين. متعامدين احنا نعرف شرط التعامد بين مستقيمين او علاقه التعامد بين مستقيمين انه ميل احدهما يساوي من السالب ومقلوب ميل الاخر. زين فيعني انه ميل اتش هو يساوي من السالب واحد على ميل ال، فبهالحاله يعني نطيق نجد ميل اتش شلون؟ لازم نعرف ميل ال، و ال يمر بالنقاط اللي هي 2 3 و 1 5 عفوا هنا هاي اتش وهذه ار، يعني ميل ال هو سالب ومقلوب ميل اتش، وميل اتش نطيق نجدو لان عندنا نقطتين معلومتين عن على المستقيم اتش، اولا نجد ميل اتش من النقطتين المعروفتين النقطتين المعلومتين، فميل اتش راح يكون ميل مستقيم اتش يساوي لنا طبعا اتش يمر بالنقطة 1 5 2 3، واضح يا طلاب؟ بما انه نقطتين معلومة بي، اذا كانت هالنقطتين تقع بوسط او على رؤوس المستقيم ما مهم، المهم هو نقطتين معلومة. طبق قانون الميل y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، اي اللي تريد تختاره 1 2 بكيفك، هاي المفروض x1 y1 وهاي x2 y2 او بالعكس ما مشكلة. زين y2 اللي هي شنو؟ 5 ناقص y1 اللي هي 3 على x2 اللي هي 1 ناقص x1 اللي هي 2. نكمل تبسيط قلنا 5 ناقص 3 تطلع لنا 2. زين 2 و
وواحد ناقص اثنين، هنا واحد ناقص اثنين إشارات مختلفة. إشارة الكبير اللي هي سالب ونطرح اثنين ناقص واحد، إيش راح تطلع؟ اثنين ناقص واحد واحد، صح؟ زين. موجب على سالب الإشارات قسمتهم نفس الضرب، موجب على سالب سالب، اثنين على واحد اثنين. هذا صار عندنا ميل المستقيم H. زين. إحنا أشنو؟ خلنا ميل L، بما أنه متعمدين، بما أن المستقيمان متعامدان. من يكونون متعامدان؟ يعني أشنو؟ ميل أحدهما يسمى سالب ومقلوب ميل الآخر. يعني ميل L المطلوب هو سالب وواحد على ميل H. وميل H نطيق نجده قلنا لأن بنقطة معلومة، فبهالحالة نحل السؤال. زين، سالب واحد على ميل H اللي هو شنو؟ سالب اثنين، صح لو لا؟ بس عوضنا سالب على سالب يصير موجب، فصل واحد على اثنين، هذا ميل L اللي هو المطلوب. زين، واحد على اثنين أي الحل الإجابة؟ إذا راح تكون الإجابة الأولى هي الحل الخاص بالفرع الأول من السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني، الفرع الثاني طلاب، نفس الحل تقريبا، بس بالسؤال الثاني، عفوا بالفرع الثاني، انه يقول اذا كان المستقيمان متوازيان، يعني L يوازي H، المستقيم L يوازي H، ومنطيك اشنو؟ H يمر بالنقطتين 3 سالب 2 والنقطة الأخرى اللي هي سالب 3 2، جد ميل L. واما منطق اختيارات، هذا السؤال ما راح احله، راح اتركه واجب عليكم، مستبه حله نفس بالضبط فكره السؤال السابق، بس انه بدل ما يكون مستقيمان متعامدا هنا متوازيان. بما انه من النقطتين المعلومتين الخاصه بالمستقيم H نجد ميل H، ليش؟ لان هنا عندنا L و H ايضا متعامدين، و H في نقطتين معلومتين، نقطتين معلومتين، فمنه نجد ميل H. بعد ما وجدنا، نعوض بالقانون، ميل L يساوي لنا اشنو؟ بما ان المستقيمان متوازيان، متوازيان مو متعامدان، فان ميل L يساوي لنا ميل H، فايش ما يطلع ميل H هو يساوي ميل L، وتختاره تشوف اي اختيار منهم، فبذلك يكون حله بهذه الطريقه. الفرع الثالث من السؤال الثاني راح اخذه. هنا نعطينا مستقيم L يوازي مستقيم H. زين، بعد شنو؟ و L نقطتين عندنا سالب واحد 3 والنقطة الأخرى سالب واحد 5 ينتميان عفوا للمستقيم L. زين، وعندنا نقطتين 3 4 إكس 6 ايضا تنتمي للمستقيم H، فما قيمة X؟ او منطق اختيارات لقيمة X. طلع معي، اول شيء نجد ميل L، بعدين نجد ميل H، او نقول بما ان، انتبه من حب راح يكون كما يلي، بما ان المستقيمان متوازيان، صح لو لا؟ يعني L يوازي H، فان ميل L يساوي لنا ميل H، تمام؟ زين، ميل L شنو هو؟ هذه النقطة L، نطبق القانون Y2 ناقص Y1 يساوي لنا X2 ناقص X1، نفس الحالة مع ميل H، نفس القانون Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1. زين، بال L و H أي تريد تختار X1 Y1 وأي تريد تختار X2 Y2، فميل L راح يكون بس تعويض، راح ننتقل إلى هذا الجهة من السبورة. راح يكون الحل y2، y2 هنا اللي هي 5، هاي بالنسبة لل L، النقاط اللي تنتمي لل L 5 ناقص y1 اللي هي 3 طلاب، على x2 اللي هي سالب 1. زين، سالب x1، فايش راح تكون؟ سالب x1 ايش راح تكون؟ سالب x1، x1 ايش قد؟ سالب 1، زين سالب في سالب راح تصير موجب، يساوي لنا نكمل ميل ال H،
الاش نجي هم من اي نقطة نختارها اكس 1 واي 1 نفس النقاط، يعني هاي الأولى اخترنا اكس 1 واي 1 وهاي اكس 2 واي 2 نفس حالنا هنا، هاي اكس 1 واي 1 هاي راح تكون اكس 2 واي 2. احنا هنا مو ايجاد ميل او شيء معين، هو عقلك متوازيان يعني ميولهم متساوية بس عارف قيمة اكس. فنكمل الحل اكس 2 واي 2 عفوا واي 2 اللي هي ايش راح تكون يا طلاب؟ هنا 6 تمام؟ ناقص واي 1 اللي هي شنو؟ 4 حسب ما معطينا النقاط من الكتاب. فصير 6 اللي هي واي 2 ناقص واي 1 اللي هي 4 على اكس 2، اكس 2 هي اللي هي اكس قيمتها مجهوله ناقص اكس 1 اللي هي ايش قد؟ راح تكون 3. واضح علي؟ اشنو؟ مال المستقيمان متوازيان يعني ميل الاول يساوي ميل الثاني حسب قوانين مال ميل نطبق نعوض عن قيمة ال y2 اللي هي مال l y2 5 ناقص y1 3 على x2 سالب 1 ناقص x1 يعني سالب سالب فراح يصير زائد 1. وبالنسبة لل h ايضا نفس الحالة نطبق نفس الشيء فراح يكون عندنا التالي تبسيط 5 ناقص 3 2 5 ناقص 3 2 زين هنا سالب 1 زائد 1 0 يساوي لنا 6 ناقص 4 2 على 6 ناقص 4 2 على اكس ناقص 3 اكس ناقص 3 ايش راح تكون؟ اكس ناقص 3 تبقى كما هي. زين طرفين في وسطين نفس الشيء، طرفين في وسطين يا طلاب عيني صح؟ مجهول عندنا ومعادلة بها مجهول وكسر عندنا فنتخلص من المقامات طرفين في وسطين. فتصير 2 في 2 في اكس ناقص 3 تساوي لنا 2 في 0، هاي 2 في 0 راح تصير 0. هنا ايش نعمل؟ نفتح الاقواس بالتوزيع 2 في اكس 2 اكس سالب 2 في 3 6. هاي صار معادله بها معلوم مجهول، نضع معلوم بجهه ومجهول بجهه. فسالب 6 نحولها لهناك من تحول تقلب الاشاره تصير 6. نقسم الطرفين على معامل المجهول اللي هي معامل اكس اللي هي 2 راح نختصر يبقى لنا اكس 6 على 2 3. هاي صارت قيمة x اللي تجعل المستقيمان اللي يمرون بالنقاط الآتية متوازيان. الآن نبدأ بحل السؤال الثالث من تمارين 6. ثلاث طلاب الأعزاء، السؤال الثالث النقطة الأولى من السؤال الثالث يقول باستخدام الميل، يعني باستخدام قانون الميل بين أن النقاط هي رؤوس مثلث قائم الزاوية. هذا حلينا نفسه بالضبط مثال، يعني هم يحل باستخدام قانون المسافة بنقطتين بس احنا راح نستخدمه باستخدام قانون الميل. مثلث رؤوس النقاط هي A B C. زين ال A هي النقطة شنو؟ 5 2 وال B هي النقطة سالب 2 1 وال C هي النقطة 2 سالب 2. زين حتى يكون المثلث قائم في النقطة B مثلا تمام طلاب؟ لازم نجد ميل A B وميل B C، لازم الميول مالتهم يعني يكونوا متعامدين، يعني حاصل ضرب الميلين يساوي سالب واحد. فبذلك يكون المضلعان ضلعي بعمود على البي سي يعني قائم، مثلث يكون قائم في النقطة بي. فأولا الحل راح يكون كالآتي، أولا نجد طبعا باستخدام قانون الميلين هو عارف طريقة الميل، نجد ميل أي بي ثم ميل بي سي باستخدام قانون الميل. ميل اي بي راح يكون طبق قانون واي 2 ناقص واي 1 على اكس 2 ناقص اكس 1. اي بي الاي هاي راح تصير اكس 1 واي 1 وهاي راح تصير اكس 2 واي 2. زين واي 2 اللي هي اشنو؟ 1 ناقص واي 1 اللي هي 2 على اكس 2 اللي هي سالب 2 ناقص اكس 1 اللي هي سالب 5. زين اشارات مختلفه، 1 ناقص 2 اشاره الكبير اللي هي سالب ونطرح 2 ناقص 1 1 سالب 2 وسالب 1 سالب 7 عفوا سالب على سالب تروح يبقى لنا 1 على 7 هذا ميل اي بي وجدنا. زين اسال الان نجد ميل بي سي، بالبي سي النقطة الأولى اللي هي البي راح تكون اكس 1 واي 1 والسي اللي هي راح تكون نقطة ثانية اكس 2 واي 2. أما باستخدام القانون ما يحتاج نعوض عفوا نكتب القانون نعوض مباشرة واي 2 اللي هي سالب 2 ناقص واي 1 واي 1 ايش قد اللي هي 1 على اكس 2 اللي هي 2 ناقص اكس 1
سالب مع السالب راح يصير موجب 2. واضح علي؟ نكمل. سالب 2 وسالب 1 يصير سالب 3. زين 2 زائد 2 4. سالب 2 وسالب 1 اشارات مشابهة نجمع فصل سالب 3. 2 و 2 4 هذا ميل بي سي. بي سي. زين الميول إذا نضربهم هنا ميل أي بي في ميل بي سي هل تساوي لنا سالب 1؟ ما نعرف، نجرب. فصل 1 على 7 في سالب 3 على 4 اللي هي لا تساوي لنا سالب 1 لأن ذاك اختصار وما اختصار يعني ما يطلع سالب 1. إذا أي بي ما عمودية مع بي سي، فنجرب يجوز ما متعود ما متعامل مع بي سي، نجد أي سي ميل أي سي، فنشوف الأي سي متعامل مع أي بي لو مع بي سي، يعني المهم نقطة التعامد احتمال تكون في أي أو بي أو سي. نكمل. فنجد ميل بي سي عفوا أي سي، بي سي وجدناه، نجد ميل أي سي اللي يساوي لنا بتطبيق القانون نفسه. زين بالاي سي الاي راح يصير اكس 1 واي 1 والسي راح يصير اكس 2 واي 2، فنعوض بالقانون واي 2 اللي هي سالب 2 ناقص واي 1 اللي هي 2 على اكس 2 اللي هي 2 ناقص اكس 1 ناقص 5. واضح طلاب؟ فنحل سالب 2 وسالب 2 اشارات مشابهه تصير سالب 4، نضع نفس الاشاره ونجمع. زين 2 ناقص 5 اشاره الكبير ونطرح 5 ناقص 2 تصير 3، سالب على سالب راح تروح فيساوي لنا 4 على 3، هذا طلع لنا ميل اي سي. زين عوف انه ما نطبق هذه، نجد ميل اي بي وبي سي وميل اي سي. زين نجد اي الميلين، اي ميلين مال اي بي وبي سي متعمدين لو مال بي سي واي سي متعمدين لو مال اي بي واي سي. فنشوف انه هذا من ضربنا نجد نشوف ما ضربنا ميل اي بي في ميل بي سي ما صارت سالب 1. زين لو ضربنا ايضا 1 على 7 في 3 على 4 ايضا ما صارنا سالب 1. لاحظ بما ان نقول بما ان ميل بي سي في ميل اي سي راح يساوي سالب 1، شلون؟ ليش؟ يعني سالب 3 على 4 اللي هو ميل بي سي في ميل اي سي اللي هو 3 عفوا 4 على 3. اختصر 4 مع 4 تروح 3 مع 3 يبقى لنا سالب 1، اذا تساوي لنا سالب 1، اذا المستقيم بي سي عمودي على اي سي فان المثلث اي بي سي قائم في سي. طلاب هنا لان ما حدد الزاويه القائمه اللي يكون المثلث بها قائم وجدنا الميول مع ثلاث مستقيمات وشفنا ايهم يحققون شرط الميل شرط التعامد عفوا، بس اذا حدد لك لو كان في الزاويه بي فتجد اي بي وبي سي راح يكونوا متعدين، او في الزاويه سي تجد اي سي وبي سي، او في الزاويه اي راح تكون اي سي واي بي وهكذا. يعني من ما يحدد باي زاويه قائمه لازم تجد ميول ثلاث مستقيمات عفوا ثلاث اضلاع وتشوف ايهم يحققون الشرط حاصل ضرب الميلين يساوي لنا سالب 1. الان فرع الحل الثاني الفرع الثاني عفوا من السؤال الثالث حله راح يكون كالاتي. طلاب السؤال يقول لتكن اي بي سي دي هي رؤوس لمتوازي أضلاع. عندنا متوازي أضلاع رؤوسه هي النقاط أي اللي هي النقطة سالب 1 5 وبي اللي هي النقطة 5 1 وسي اللي هي النقطة 6 سالب 2 ودي اللي هي النقطة 2 0. بين ان الشكل هو متوازي اضلاع فالحل راح يكون كالاتي. احنا حتى يكون الشكل متوازي اضلاع لازم يكون كل ضلعين
متقابلين فيه متوازيين، واضح؟ ليش؟ لان يعني خواص متوازيه الله عنه كثر عن متقابلين متوازيين، فلازم اي بي يوازينا دي سي واي دي يوازينا بي سي، فنجد ميل كل ضلع، يعني نجد ميل اي بي وبي سي وسي دي واي دي، لازم الاي دي ميله يساوي لنا بي سي، ليش؟ حتى يكون المستقيم متوازيين لازم تكون ميله متساوي، وهكذا بالنسبه لاي دي وبي سي. وضحت الفكره؟ انه لازم كل ضلعين فيه متقابلين متوازيان، حتى يكونون ضلعان متقابلان متوازيان، يعني لازم هذا الميل مال اي بي يساوي الميل مال دي سي، وميل بي سي يساوي الميل اي دي. نجد ميول اي بي و بي سي و سي دي و اي دي، زين، فنجد ميل اي بي. نكتب القانون y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1، زين، هذا وهذا، ال y2 هنا راح تكون 1 ناقص y1 اللي هي 5 على x2 1 ناقص 5 على x2 اللي هي 5 ناقص 1 سالب في السالب، ليش؟ لأن ناقص ناقص 1، فسالب في السالب راح يصير موجب. نجي هنا 1 ناقص 5 الشرط الكبير ونطرح 5 ناقص 1 4 على 1 و5 6، واضح طلاب؟ زين، ميل بي سي طبق نفس القانون، ما يحتاج نعيد القانون. y2 اللي هي سالب 2 هنا، لان هنا صارت x2 y2 هاي x1 y1، سالب 2 ناقص 1 على x2 اللي هي 6 ناقص 5، واضح يعني؟ فالاشارات نفس الاشاره، نجمع 2 1 3 6 ناقص 5 1، فتبقى كما هي 6 ناقص 5 1 فصل سالب 3. نكمل ميل دي او سي دي باستخدام نفس الطريقه ونفس القانون مال ميل سي دي، نطبقها هاي يصير اكس 2 واي 2 هاي اكس 1 واي 1، ف واي 2 اللي هي صفر ناقص واي 1 ناقص ناقص 2، فسالب في السالب ايش يصير؟ موجب 2 على اكس 2 اللي هي 2 ناقص اكس 1 اللي هي 6. كمل الطلاب حلنا. نكمل الحل، يعني 2 2 ناقص 6 اشارات مختلفة، اشارة الكبير ونطرح فصير سالب 4، تمام؟ طلاب هنا النقطة هنا النقطة صفر اثنين مو اثنين صفر، نقلتوها غلط من الكتاب، فالنقطة صفر اثنين، فبس التعويض راح يكون نكمل النقطة، نعيد التعويض، يعني غلطنا بالتعويض، ميل سي دي اكس 2 واي 2 واكس 1 واي 1، فالقانون يقول واي 2 اللي هي 2 ناقص واي 1 اللي هي اشني؟ سالب 2، سالب مع السالب راح تصير موجب، على اكس 2 اللي هي صفر ناقص 6، واضح يعني؟ زين، 2 و 2 4 على سالب 6 اللي هي سالب، موجب على سالب صار سالب 4 على 6. نكمل ميل اي دي اي دي، زين، ميل اي دي هذا راح تكون اكس 1 واي 1 هاي اكس 2 واي 2، يصير واي 2 اللي هي 2 ناقص واي 1 اللي هي 5 على اكس 2 اللي هي 0 ناقص اكس 1 اللي هي سالب 1، زين، سالب في السالب قلنا موجب، اشارات مختلفة، اشارة الكبير سالب ونطرح 5 ناقص 2 3 على 0 زائد 1 1 اللي يصير سالب 3، زين، لاحظ انه ميل اي بي ساوانا ميل بي سي دي، وميل بي سي ساوى ميل اي دي، ليش؟ توازو يعني الميول متساوى، قل بما ان ميل اي بي ساوى ميل منه سي دي، اي بي ميل ما يساوى سي دي، اذا اي بي المستقيم اي بي يوازي او ضلع اي بي يوازي ان ضلع سي دي، وبما ان ميل بي سي ساوى ميل اي دي
سوال ولا اللي هو سالب 3. اذا راح نقول اذا بي سي يوازي اي دي، يعني بي سي يوازي اي دي. اذا بما ان كل ضلعان متقابلان متوازيان، اي ان الشكل يمثل متوازي اضلاع. ليش شكل مثل متوازي اضلاع؟ لان بكل ضلعين متقابلين توازي. عشان عرفنا انهما متوازيين ان الميول مالتهم متساوي، بذلك يكون الشكل متوازي اضلاع. الان الفرع الثالث من السؤال الثالث طلاب الاعزاء، اعطينا مربع لتكن نقاط اي بي سي دي هي رؤوس لمربع. واضحين؟ هي لرؤوس اشنو؟ لرؤوس لمربع اي بي سي دي. عفوا رؤوس لشكل رباعي، بين ان الشكل مربع. زين، حتى يكون الشكل مربع، بالمربع عندنا خاصية اللي هي اشنو؟ الزوايا مالته اشقر قياسها 90. فطيق تثبت هذا الشيء، تجي تميل اي بي وميل بي سي. لازم اي بي يكون عمودي على بي سي، لازم تضرب الميول مالتهم يساوي لنا سالب واحد. ترجع تجد ميل بي سي، بي سي وجدته، تجد ميل دي سي ايضا تضربهم يطلع سالب واحد. ترجع تجد اي بي اي دي تضربهم ايضا يطلع سالب واحد. يعني نجد ميل اي بي و بي سي و دي سي و اي دي. لازم يجب ان يكون كل ضلعان متجاوران متعامدان. زين، اشون يعني يكون متعامدان؟ يعني حاصل ضرب ميلهما يساوي سالب واحد. فبهالطريقة راح يكون الحل تقريبا نفس حل السؤال قبله، بس ان الفكره مو انه كل ضلعين يكونوا متقابلين مثل متوازي اضلاع، كل ضلعين متجاورين يكونوا متعامدين، فبذلك ينتهي الحل. السؤال اللي بعده طلاب، هذا السؤال الثالث، عفوا الفرع الثالث. الفرع الرابع مثلث رؤوسه اي بي سي ومعطيك احداثيات او نقاط قيم نقاط الرؤوس. جد ميل العمود المرسوم من اي على هذا مثلث اي بي سي. اريد ميل العمود المرسوم من اي على بي سي. زين، نفس السؤال اللي حليناه، اريد لازم اول شيء تجد نقطة المنتصف، هذا فرع الرابع. نجد نقطة المنتصف لي بي سي باستخدام قانون المنتصف. زين، قانون المنتصف نجد نقطة خلنا نفرضها اي فتحة. واضح؟ زين، فصار عندنا اي واي فتحة، حتى نجد الاي معلومة منطقية هي، وانت وجدت اي فتحة من باستخدام قانون المنتصف، صار عندك نقطتين معلومتين على مستقيم، من تجد ميل المستقيم العمود على بي سي. هاي اول مطلب بالسؤال الرابع، مطلب الف. زين، مطلب باء هم يعني حلو، نفس حل المثال اللي حليناه. المطلب باء طلاب، ميل المستقيم المرسوم من بي هو موازي لاي سي. اشنو يعني؟ عندنا من بي مستقيم مرسوم من بي ويوازي اي سي. واضح يعني؟ زين، انت حتى يوازي اي سي يعني هنا مستقيم، حتى يوازي لازم تعرف ميل اي سي. واضح؟ زين، لاي سي تقدر تجد ميله، وهو عقل لك يوازي هذا المستقيم، فايش راح يكون؟ بما انه متوازيان يعني ميول مش راح تكون متساويه، يعني نجد ميل اي سي. واضح؟ وبما ان ميل يريد ميل المستقيم المار في بي يساوي، مو بما ان، وان ميل المستقيم المار في بي يساوي ميل اي سي. ليش؟ لانهما متوازيان.
هو معطيك بالسؤال متوازي يعني. الآن الفرع السادس من السؤال الثالث، طلاب الأعزاء متوالي 6-3، والجد قيمة x اللي تجعل المستقيم البارد بالنقطتين x 4 وسالب 2 سالب 9 عمودي على المستقيم المار بالنقطتين 4 1 وصفر سالب 3. عندنا مستقيمين، هذا المستقيم يمر بالنقطتين 4 x عفوا x 4 وسالب 2 سالب 9، ومستقيم ثاني يمر بالنقطتين 4 1 وصفر 3. ما هي قيمة x اللي تجعلهم متعامدين؟ حتى يكونوا متعامدين لازم اشنو؟ لازم مين الاول يسمى سالب مقلوب مين الثاني، يعني الحل راح يكون اولا نجد مين المستقيمان نسميهم، نفرض هذا h المستقيم وهذا r، يعني هذا المستقيم h وهذا المستقيم r، يعني مين h راح يكون باستخدام قانون الميل y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1. زين مثلا هاي x1 y1 وهاي x2 y2، القانون يقول y2 اللي هي سالب 9 تمام ناقص y1 اللي هي سالب 4 على x2 اللي هي شنو؟ سالب 2 ناقص x1 اللي هي x، هذا ميل h. نجد ميل l، زين ميل l تطبيق نفس القانون ونستخدم نفس الطريقة، ف x2 y2 x1 y1، ف y2 اللي هي 1 ناقص y1 اللي هي 3 على x2 اللي هي 4 ناقص 0. زين نجي هنا اشارات مختلفة، اشارة الكبير ونطرح 3 ناقص 1 2 على 4 ناقص 0 4، هذا ميل l هذا ميل h. زين قيمة x تجعل المستقيمان، بما ان نقول بما ان قيمة x تجعل المستقيمان متعامدان، اي ان ميل ميل اشنو؟ هذا المجهول اللي هو ميل اتش يساوي لنا سالب ومقلوب ميل ار، لازم نجد ميل اتش حتى بعد ما نجده نعوضه هنا، لان ميل اتش طلع لنا يساوي لنا هذه الكمية، حتى يبقى لنا بس المجهول اكس ونحل كمعادلة. المهم فميل اتش راح يساوي واحد على سالب اثنين على أربعة، فأشني أول شيء سالب ومقلوب، إحنا أشنو؟ سالب ومقلوب، سالب واحد على قيمة الميل، فسالب اثنين على أربعة، سالب على سالب موجب، تمام؟ السالب مع السالب تروح، طلع، ويبقى لنا واحد على كسر بالمقام، إيش صار من حوله بالبسط؟ أو إيش من حوله بالبسط؟ يقلب، فصير أربعة على اثنين. ليش سالب على سالب راح 2؟ 1 على قيمة الميل، والميل يقلب كان 2 على 4 سالب باعتبار راح تصير 4 على 2، هذا ميل اتش. وبما ان ميل اتش يساوي لنا سالب 4 سالب 9 سالب 4 على سالب 2 ناقص اكس، زين ميل اتش ايش طلعنا؟ 4 على 2، نبسط هنا سالب 4 سالب 9 تصير سالب 13 نفس الإشارة ونجمع سالب 2 ناقص اكس، زين هسه صار طرفين في وسطهم، شوف صارت عندنا معادلة بها معلوم مجهول وبها كسور. أول شيء قبل كل شيء إيش نعمل؟ نضرب بقيمة الطرفين في وسطهم حتى نتخلص من الكسر، فصير 4 في سالب 2 سالب x وهنا 2 في سالب 13، هذه نفتح أقواس بالتوزيع طلاب، 4 في سالب 2 السالب تنزل موجب في سالب سالب 4 في 2 8 أيضا موجب في سالب سالب و 4 x يساوينا 2 في 13 موجب في السالب سالب 2 في 13 صير 26، فهي صارت عندنا معادلة شلون حنا نضع معلوم بجهة ومجهول بجهة، بس هنا بما أنه المتغير سالب فالمتغير راح نحوله حتى يصير موجب، فنحول هذا اللي هنا وهذا نجيبه اللي هنا، فصير سالب 8 بقيت نفسه وسالب 26 من حولناها صارت موجب 26، سالب 4 اكس شوفوا ليش حولناها حتى تصير موجب 4 حتى نتخلص من الاشاره السالبه مالتها، فالحل راح يكون كالتالي 4 اكس يساوي لنا اشارات مختلفه شلون تنحل؟ اشاره الكبير اللي هي موجب ما يحتاج نكتبها ونطرح
فاشنو اشنو راح يكون 26 ناقص 8 اش راح تكون 26 ناقص 8 18 تمام عيني. فاش يبقى لنا هنا بس نقسم على معامل المجهول حتى نجد قيمة اكس، نقسم على معامل المجهول مثل ما قلنا لكم حتى نجد قيمة اكس. بعد ما بسطنا وطرحنا راح تختصر 4 مع 4 يبقى لنا اكس هنا اش تساوي لنا بها اختصار، نعم بها اختصار على 2 بها 2 18 على 2 بها 9، فقيمة اكس تطلع لنا 9 على 2 هي قيمة اكس التي تجعل المستقيمان متعامدان. وذلك طلاب يكون انتهينا من حل تمارين 6 3 الخاصة بموضوع ميل المستقيم وشرط التوازي وشرط التعامد.